اهلا بكم حبايبي طلبه وطلبات الصف الرابع الابتدائي، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. النهارده يا ولاد اكسرسايز وليسن 2 في كونسبت سيريتو. اول سؤال يا ولاد بيقول all the following are forms of fuel، كل اللي جاي ده من ضمن اشكال الوقود except ايه؟ glass. هل الزجاج وقود؟ لا طبعا. اتنين، not is considered as the main resource of energy، مين اللي بيعتبر المصدر الرئيسي للطاقة على سطح الأرض؟ The sun. تلاتة، all the following are renewable resources، كل اللي جاي ده مصادر متجددة للطاقة except natural gas، لأن natural gas والكول والأويل تبعية ولاد non renewable. رقم أربعة، non renewable resource of energy take، المصادر الغير متجددة بتأخذ طبعا very long period، فترة طويلة جدا عشان تتكون. رقم خمسة ولاد، ancient people، الناس القدماء used استخدموا نقط as fuel before discovering gasoline، قبل ما يكتشفوا الجازولين استخدموا ايه؟ كوقود الوون. اللي بعد، wood is considered as الوون، ده جاي من الخشب، اسف جاي من الاشجار، والاشجار كائنات حية، يبقى الوود يعتبر biofuel. سبعة، coal was formed under the earth surface، فعلا بيتكون تحت سطح الأرض. from the remains of الكول، مصدره dead plants، بقايا النباتات الميتة، تدفن في باطن الأرض، ونتيجة الضغط pressure والهيتنج بتحول لإيه؟ بتحول لكول. اللي بعد، extreme heat and pressure، الحرارة الشديدة والضغط الشديد تحت سطح الأرض، has an important role in forming، له دور في تكوين fossil fuel، الوقود الحفري. فاهمين يا ولاد؟ اللي بعده، هناخد من العمود بما يناسب ايه؟ water، الماء تعتبر liquid renewable resource، مصدر متجدد سائل الطاقة، يبقى واحد دي. اتنين، ويند ده رياح، ورياح تعتبر gaseous renewable resource، مصدر غازي متجدد، يبقى رقم اتنين سي. الكول اتنين extreme heat، يحتاج حرارة شديدة وضغط to be formed، عشان يتكون من remains of dead plant، من بقايا نباتات الميتة، يبقى رقم تلاتة ايه. اللي بعد، true or false biofuel is one of non renewable، لا البيوفيول الوقود الحيوي زي الوقود الخشب اللي جاي من الاشجار يعتبر renewable، يبقى false. extreme cooling، البرد الشديد تحت سطح الارض يساعد في تكوين الاويل، لا اكستريم هوت. فاهمين يا ولاد؟ او اكستريم هيت، اسف هي اكستريم هيت، يبقى طبعا هنا مش كولينج، يبقى رقم اتنين فولس. الصفحه اللي بعديها، ووتر اند جازولين تو renewable، water renewable بس الجازولين non renewable، يبقى العبارة false. we have to reduce، لازم نقلل usage، استخدام الصن، نقلل استخدام الشمس، ازاي؟ false. the rate of usage، معدل استخدام الأويل is slower than
its rate of formation، معدل استخدام زيت البترول أبطأ من معدل تكوينه. False، ده معدل استخدامه أسرع من معدل تكوينه، احنا بنستخدمه بسرعة بس بيتكون بعد فترة طويلة. The sun is the main source of forming both biofuel and fossil fuel، الشمس مصدر رئيسي لتكوين الوقود الحيوي والحفري. طبعا we can make liquid fuel، ممكن نعمل وقود سائل من الجراز العشب والوود شيب ركائك الخشب. تمام ترو. اللي بعد correct، we have to increase planting vegetable، لازم نزود زراعة الخضروات والفواكه ذات نيد اللي بتحتاج large amount، لا الحاجات دي بتحتاج small amount. In house gasoline is used in cooking food، في البيوت بيستخدم نقط للcooking food as it is one of the oldest known biofuel، لأنه يعتبر من أقدم أنواع البيوفيول. يبقى أنا هنستخدم إيه يا ولاد؟ طبعا هنستخدم الوود الخشب. تلاتة the non-renewable resource، مصادر غير متجددة take short، بتاخد short period of time، بتاخد long period، long period of time. أربعة the moon is the main source، المصدر الرئيسي لكل من البيوفيول والفوسيل فيول، طبعا الصن. خمسة we can use some animal to make liquid biofuel، بنستخدم حيوانات عشان نعمل وقود سائل، لا بنستخدم البلانتس النباتات زي الجراس وزي الكورن. ستة the rate of usage، معدل استخدام الفوسيل فيول must be increased، وطبعا بيستخدم بكميات كبيرة، لا must be reduced أو decreased، لازم نقلله عشان هو non renewable. اللي بعد wood is from fossil fuel biofuel، water is non-renewable resource of energy that can be used as fuel in cooking food and moving a car. خلي بالك بقى مين اللي non-renewable ممكن يستخدم في طي الطعام وحركة السيارات؟ الناتشورال جاز، الغاز الطبيعي. فاهمين يا ولاد؟ لو ما قالش كلمة moving car كنت ممكن أقول wood، لا آسف غلط، لأن الwood مش non-renewable، الwood renewable، فهي الإجابة فعلا الناتشورال جاز، ها عشان قال إيه non-renewable. خلاص يا ولاد يبقى الإجابة هنا إيه؟ natural gas. تسعة we can conserve، لازم نحافظ على الأويل by increasing the use، باستخدام بزيادة استخدام ال private vehicle، لا يبقى بدل increasing decreasing، نقلل استخدامات العربيات الخاصة decreasing أو reducing هي هي. فاهمين يا ولاد؟ اللي بعد scientific term natural resource of energy، مصادر طبيعية للطاقة that take short period، تاخد وقت صغير of time to be renewed، عشان تتجدد. يبقى نتكلم على مين؟ renewable resource. natural resource of energy that take very long period of time to be formed، مصادر طبيعية تاخد وقت طويل عشان تتكون، يبقى بيتكلم على non renewable resource.
خلاص يا ولاد، تبقى الإجابة إيه؟ نون رينيوبل. اللي بعده، it is a form of biofuel، شكل من أشكال الوقود الحيوي، can mean from some type of plant زي الجراس والوود شيب. هنا بيتكلم على مين؟ حاجة اسمها liquid fuel، الوقود السائل اللي بيصنع من الجراس والوود شيب. اللي بعده، أربعة، they are fuel that were formed from remains of dead animals and plants، وقود بيتكون من بقايا النباتات والحيوانات تحت سطح الأرض، طبعا فوسيل فيول، الوقود الحفري، فوسيل يا ولاد فيولز. خمسة، it is a form of fossil fuel that was formed from remains of dead plants، نوع من الوقود الحفري يتكون من بقايا النباتات الميتة. هنا بيتكلم على مين؟ كول على طول. ستة، it is a form، شكل من أشكال الفوسيل فيول، was formed، تكون من dead marine animal، حيوانات البحرية الميتة. هنا بيتكلم على مين؟ الأويل، زيت البترول. اللي بعد، اللي بعد يا ولاد ايه؟ كومبليت. Water is considered from طبعا renewable، بينما الكول non renewable. اللي بعد، the natural resource that can be replaced shortly، ممكن تستبدل بسرعة بعد فترة زمنية قصيرة. هنا بيتكلم على مين؟ الـ renewable resource. فاهمين يا ولاد؟ اللي بعده، يا ولاد أنا غلطت، أنا آسف. رقم واحد، water is considered from renewable resource، بينما الكول and not are from non-renewable. يبقى هنا مش هنكتب non، نكتب ايه بقى؟ natural gas. خلاص، يبقى هنا كده نكتب natural ايه؟ gas. انا بعتذر يا ولاد، انا افتكرت بيتكلم هنا renewable وهنا non-renewable، بس لما بصيت على كول وهنا نان رينيوبل، يبقى هنا رينيوبل وهنا ايه؟ ناتشورال جاز او اويل. فاهمين يا ولاد؟ اوكي. اتنين، نقول تاني، الناتشورال ريسورس ذات كان بي ريبليسد شورتلي، تستبدل بعد فترة زمنية قصيرة، يبقى رينيوبل. تلاتة، ذا ناتشورال ريسورس ذات ار كونسيومد، natural resource مصدر طبيعي بتستهلك rate faster، معدل سريع that can be renewed، طبعا بتستهلك معدل سريع مين؟ يبقى non renewable. خلاص، يبقى رقم ثلاثة non renewable. أربعة، different form of fuel can be classified، الأشكال المختلفة من الوقود ممكن تصنف إلى نوعين، طبعا هنا بيتكلم على مين ومين؟ ها؟ الأشكال المختلفة من الوقود، بيتكلم على البايو فيول والفوسل إيه؟ فيول. يبقى هنا يا ولاد بايو فيول وفوسل إيه؟ فيول. اللي بعده، the type of fuel that is produced from living organisms، نوع من الوقود بيتكون من الكائنات الحية that can be planted، اللي ممكن نزرعها. هنا نتكلم على مين؟ البايوفيول، الوقود الحيوي، such as wood and
ممكن جراز، ممكن كورن، ممكن تشاركول، الفحم النباتي اللي هو بيصنع أصلا من الوط. اللي بعده وود اند نوت ار اكزامبل اوف بايوفيول، هي تشاركول. الوود وتشاركول امثله للبايوفيول. واي نوت اند نوت اكزامبل اوف فوسيل فيول، ممكن كول، ممكن اويل، ممكن ناتشورال جاز، امثله للفوسيل فيول. 7 وود شيبس اند جراس كان بي يوز تو ميك، طبعا دول ممكن نستخدمهم في صناعه ايه؟ ليكويد بايوفيول، وقود حيوي سائل. اللي بعده اويل فورمد فروم ديكومبوزيشن، زيت البترول بيتكون من تحلل ايه؟ سيكريتشر، المخلوقات البحريه. از ا ريزلت، نتيجه اكستريم هيت اند بريشر، ارتفاع الزائد في درجه الحراره وايه والضغط. فاهمين يا ولاد؟ اللي بعده ووتر كيفريزون، ووتر اند ويند ار كونسيدر رينيوبل، ليه الاتنين دول يعتبروا رينيوبل؟ بيكوز هي كان بي ريبليسد، يعني ممكن يتجددوا افتر شورت تايم. الووتر والويند بيتجددوا او بيستبدلوا بسرعه بعد فتره زمنيه ايه قصيره. يعني عندنا الميه لو خلصت سهل قوي ان احنا نجد ميه بديله. كول اند جازولين تعتبر نون رينيوبل، ليه؟ بيكوز ذي ار يوزد فاستر ذان ذي كان بي ريبليسد، تستخدم بمعدل اسرع عن معدل يعني ايه تجددها. فاهمين يا ولاد؟ 3 using wood of tree as a fuel، استخدام الخشب الأشجار كوقود has negative effect، له تأثير سلبي على البيئة. ليه؟ لأن لما بنقطع أشجار كتيرة بيعمل حاجة اسمها إزالة الغابات. يبقى because cutting tree leads to deforestation، لأن قطع الأشجار يؤدي إلى deforestation. آخر سؤال وأقول لكم باي باي. What happened? People increase using wood of tree، لما الناس تستخدم الخشب الأشجار ها كمصدر للوقود، يبقى it leads to deforestation، ده يؤدي إلى إيه؟ إزالة الغابات. The remains of dead living organisms، بقايا كائنات الميتة، were buried، دفنت، under the earth's surface over millions of years، منذ ملايين السنين. ده أدى إلى تكوين الوقود الحفري، يبقى formation of fossil fuel. 3 what happened، ماذا يحدث لو decomposition of remains of sea animal، حيوانات البحرية ها حصل بعد ما ماتت، تحللت under earth surface تحت سطح الارض، طبعا ده ادى الى تكوين ايه الاويل والناتشورال جاز، يبقى formation of oil او it form oil and natural gas. فاهمين يا ولاد؟ بكده خلصنا كل الاسئله، اتمنى ان انتوا تكونوا فهمتوا واستفدتوا. ربنا معاكم، ربنا يوفقكم، والى اللقاء في الفيديو القادم ان شاء الله.